يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أردت أن أسأل الله سبحانه وتعالى شيئا من أمور الدنيا أستحي من الله على سؤاله لعاعة من الدنيا فأترك ذلك. لا، هذا من الشيطان. الحديث اسأل الله حتى شسع نعلك، اسأل الله كل حاجاتك كبيرة أو صغيرة، نعم، حتى إصلاح شسع نعلك إذا انقطع. نعم.